إذن عندي لكم كيفاش كندخلوا لابليكاسيون. لابليكاسيون هي اي اس اس لايف ناو. كليك عليها كيبان لكم هذا. فاش كليك عليها باش يبان ليكرون كبير. إذن ها انتم كتلاحظوا الموقع ديال المركبة دابا في لارجنتين، وهي غادي توصل لهنايا لهاد المنطقة هادي الجيري الماروكا. وفين كاين فين كاينة الرشيدية في الموقع ديالي بالضبط. ها هي الرشيدية. إذن لوحة تجزئة لوحة الرشيدية هاي بالضبط للجاردان. يعني هنا غادي تدوز المركبة إن شاء الله في السبعة اللي قلنا، الوقيتة ديال السبعة اللي قلنا إن شاء الله. إذن هذا الخط ديالها ولا تراجيكتوار فين غادي تدوز، ولكن غادي نشوفوها هنا لأن حنا في المجال ديال هاد لازون ديال التغطية اللي كتشوفوها هنا في الدائرة. يعني فاش تدوز هاد المنطقة كلها راه كيشوفوها الجيري، كنشوفوها حنا إلى غير ذلك، لأن 400 كيلومتر في السماء راه ما ساهلاش. إذا شوفوا السرعة اللي قلت لكم مزيان 27600 كيلومتر في الساعة. شوفوا مزيان كيفاش كتكون السرعة ديالها هنا، غتبان لكم مزيان بأنها كتقطع مسافات كبيرة جدا. إذا بغينا نشوفوا الحالة ديال الصورة اللي كتصور ديال الطقس، إذا كنكليكوا على هذه البلاصة اللي فيها الغيام هنا هكذا، وكنشوفوا نقربوا الصورة كيفاش كتكون. إذا لاحظوا بالنسبة للغيوم اللي كاينة في السماء، المنطقة في 10 دايزة دابا كيبان لنا الغيام. إذا هنا كتبان بأن بحال ما كتحركش، ولكن كتجري بواحد السرعة كبيرة جدا. إذا ها حنا فاش غادي توصل لهذا المكان هذا اللي كاين فيه هذه العلامة، يعني المنطقة ديالنا حنا فين غادي نشوفوها. إذا اللي كيحاول يتبع دابا هذا الفيديو هذا يحاول ما تفوتوش هذا المنظر هذا، وينستالي لابليكاسيون ويتعرف على بزاف ديال الحوايج. إذا بالنسبة للغادار اللي كيعطيني التوقيت هو هذا، ها هو التوقيت ديال اليوم اللي كنتكلم لكم عليه اللي هو 19h26 19h28. هو هذا اللي كاين في المرحلة الثانية. راه فيه العين، فاش كتكون فيه العين واللون أخضر يعني الرؤية سهلة جدا. اللي الفوق راه كان اليوم، ولكن كان في 45 دقيقة ما يمكنلاش نشوفوه لأن الشمس ضربة فيه مزيان، إذا ما يمكنلاش نشوفوه. هذا علاش غادي نشوفوه مزيان؟ لأن الشمس قريبة تغرب، وفاش قريبة تغرب غادي يبان لنا مزيان. كذلك اليوم الثاني ديال غدا إن شاء الله غادي تكون الرؤية 18h41 28 سكوند، يعني المدة ديالو قصيرة شوية، ولكن اللي متبع هذه العملية واخا 2 مينيت ولا 2 سكوند راه مزيانة الملاحظة ديالو. إذن هذا هو الفيديو اللي بغيتكم تشاهدوه مزيان وتحاولوا تطبقوا هذه الأمور هذه إن شاء الله. والسلام عليكم. نشوف راه دابا هنا كذلك واحد المعلومة أخرى، إلا بغيتوا تعرفوا على الرواد اللي راهم فيها دابا، إذا كنكليكيو على هذا المكان هذا باش كيبان لنا أشنو كاين هنا. يعني كتعطيك الصورة ديال كوشي دو سولي 025 10 أون ديريكت. إذا هاد الصورة هادي كتبين لك الكوشي، عاود كتبين لو لفي ديال 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 لو سولي، يعني الشروق والغروب 16 مرة في كل عبور عبر الأرض كيبان هاد الشروق والغروب. يعني إلا كنت متبعها غتلقى واحد التسلية. ثانيا عندكم لالتيتيد ديالها اللي راها فيها دابا، راها في 424 كيلومتر فاصلة 82، راه كتغير السرعة باش كتجري دابا 27565 كيلومتر في الساعة. ثم عندنا الا بغينا نتكلموا معاهم يعني نشاطيو معاهم مباشره، هذيك اليد اللي كاينه الفوق الا بغيت تعطي لهم داك الاشاره ديال الجيم، والسام اللي كاين تحت منها الا بغيت تكلم معاهم كما كتلاحظوا ها هما لي زيماج. اذا السلام عليكم. السلام عليكم. دابا السلام عليكم، تصيفط لهاد الركاب اللي راهم كاين، الرواد اللي راهم في الفضاء. إذا ها هي أب داير بها المدني، مشى الميساج ديالو لهاد الركاب هادو اللي نطلبوا السلامة للجميع ومعرفة للجميع إن شاء الله. إذا نرجع للمكان فين كنت أفون ليفالياسيون، دونك ليفالياسيون ديال العملية أكسبتي. إذن هنا كما قلنا هاد التغطية ديال المركبة زوينة بزاف. شوفوا لتحت الصور كيفاش دايرين،
حاولوا باش تبعوا هذه المساله هذه، وان شاء الله نفيدكم بفيديوهات اخرين باش تبعوا هذه المنطقه. اذا لاحظوا راه قريبه المنطقه ديالنا دابا راه في لوسيون اتلانتيك دي سيد قدام برازيل، وغادي تدوز للبحر ومالي ثم الجزائر، وحنايا غادي نكونوا نشوفوها ان شاء الله بدقه. اذا السلام عليكم.